اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ارحبي الاطفال. فاكرين بقى الموضة اللي انا كنت جبتها لكم قبل كده اتفرجنا عليها، اللي هي ممكن احط لها ميك اب من غير تسريحه شعرها؟ النهارده بقى هنعمل لها تسريحه جامده جدا جدا، هنعمل لها فيونكه ليدي جاجا في الشعر. الله شكلها هتكون فيونكه جامده جدا. هنتعلم بقى ان احنا نعملها، ممكن ان احنا نعملها لنفسنا في البيت او لحد من اخواتنا. هيكون في الاخر شكلها جامد جدا. هوريكم الخطوات بطريقه بسيطه عشان تعرفوا ان انتوا تعملوا الايه الفيونكه دي زي الكحكه كده في البيت، وهيكون بقى نيو لوك جديد قوي قوي قوي. اول حاجه بنلم بقى شعرنا كده، اوكي، بنحط بقى فيه التوكه كده، الله بصوا اهو حط التوكه بقى عشان نربطه. اهو ربطته بقى كده كويس. بعدين مش يعني انا مش بطلعه كله جوه من شعرها من التوكة، لا بخلي حتة كده زي ما انتوا شايفين، اوكي، بقى كده جاي ايه شد الحتة دي كبيرة اهو، شدها كده كمان كويس، ابتدي تاخد شكل الفيونكة اهي. بصوا واشدها بقى اكتر، والله بصي بقى شكل شعرها جامد ازاي اهو. بصوا فتحت يعني قسمتها كده نصين وعملت ناحية كده وناحية كده. بعدين الشعر بقى اللي تحت ده هناخده بقى كده ونحطه فوق اهو، المفروض عشان شعرها كله مش طول واحد، المفروض ان احنا نخليه كله طول واحد اهو. خليناه بقى كده فوق ونجيب بقى زي توك عشان نقدر ان احنا نمسكه. الله شفت بقى، قدرت ان انا اعمل الفيونكه بمنتهى البساطه ازاي. جبت بنسه بقى كده هنحطها بقى كده هنا عشان تمسك لي بقى الشعر زياده. واو كده نكون عملنا الفيونكه. الله دي طلعت شكلها جامد جدا. بص بقى من ورا عامله ازاي، حلو قوي التسريحه الفظيعه دي، انا عن نفسي عجبتني قوي. ممكن انا اعملها لنفسي بقى في البيت. ممكن نجيب بقى البنسه نشيل الشعر الزياده ده عشان نقدر ان احنا نقفل عليه. الله بص بقى شكله جامد ازاي، واو انا عن نفسي عجبتني التسريحه دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز وريلي في الكومنتات رايكم فيها. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.